الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين، وبعد. يقول الله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. هذه الآية الكريمة من سورة التوبة توسطت مجموعة آيات تتحدث عن المنافقين وتفضح بواطنهم وظواهرهم وتكشف وسائلهم وأساليبهم في مؤاذاة النبي عليه الصلاة والسلام. وتوحي هذه الآية بأن المنافقين كانوا يتوزعون الأدوار في مؤاذاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يشكلون مجموعات في ذلك. يدل على ذلك بداية الآية قوله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، وقد سبقتها آية تتحدث عن مجموعة منهم، مهمتها اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بعدالته في توزيع الغنائم والصدقات، وهي قوله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات، إلى آخر الآية. هذه الآية الكريمة التي نقف معها اليوم تتحدث عن مجموعة منهم، مهمتها كما قال الله: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. ومعنى قولهم هو أذن أي أنه يفتح أذنه لكل من جاء يكلمه ويصدقه في كل ما يقوله، بمعنى ليس له ذكاء ولا بعد نظر، بل هو سليم القلب سريع الاغترار بكل ما يسمع، ولا يفرق بين الصحيح والباطل، فيسهل الكذب عليه وخداعه. وقولهم هذا جاء نتيجة اغترارهم بحلمه وتغاضيه عن جناياتهم كرما وحلما منه عليه الصلاة والسلام، فرد الله عليهم بقوله: قل أذن خير لكم، أي إن كان محمد عليه الصلاة والسلام أذن كما تقولون فهو أذن خير لكم لا أذن شر عليكم. فالأصل أن تفرحوا بذلك وتمدحوه عليه لا أن تذموه. ثم بيّن الله لهم أن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان يفتح أذنه ويسمع كل من يحدثه، إلا أنه لا يصدق كل ما يقال له كما تظنون، بل يصدق المؤمنين فقط. فقال الله: يؤمن بالله، ومعناها يصدق، تمهيدا لقوله بعده: ويؤمن للمؤمنين، أي ويصدق المؤمنين. فهو أذن خير لأنه يؤمن بالله، وإيمانه بالله يجعله يعامل الناس بالعفو والصفح والإعراض عن الجاهلين، ولا يؤاخذ أحدا إلا ببينة. ثم هو يؤمن للمؤمنين فقط، أي يصدق المؤمنين الصادقين ولا ينخدع بكذب الكاذبين كما تظنون. والصفة الثالثة التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم أذن خير للناس بعد صفتي يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين هي: ورحمة للذين آمنوا منكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة للمؤمنين ورحمة للعالمين، كما قال الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم يختم الله عز وجل الآية الكريمة بوعيد لكل من يؤذي رسوله صلى الله عليه وسلم بقول أو فعل بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة، فيقول: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، واجعلنا من المتدبرين لكتابك الكريم، والحمد لله رب العالمين.